لو الحكاية فيها إن فيجو فضل محمد بيه سيئ إنه خلال السنتين اللي مضوا على نقابة المعلمين في الجيل لم يشعر المعلمون بأي تحسن في الخدمات المقدمة للمعلمين سواء كان العاملين في المدارس أو ديوان الإدارة أو المعاشات. ما كانش فيه أبدا أشياء ملموسة بتقدم للمعلمين العاملين أو اللي على سن المعالي، بالإضافة أن مقر نقابة المعلمين في بلبيس ترك واستأجرت شقة من أوضتين وصالة في داخل مدينة بلبيس، وترك المقر أصبح يعني عش مهجور، مش مكان ينمى ويحسن وتقدم فيه خدمات، إنما مكان مهجور للعنكبوت والحشرات الزحفة وما إلى ذلك. فاستاء المعلمون وتقدموا بطلبات لسحب الثقة، 150 معلم تقدم لسحب الثقة، وأنا رفعت هذا الأمر للمديرية وبدأت تنعقد يعني جمعية عمومية النهاردة لسحب الثقة من نقابة المعلمين في بلبيس. بعد انتهاء سحب الثقة يا فندم هيكون في دعوة لانتخابات أخرى للنقابة؟ هتبقى في لجنة إن شاء الله لتسيير الأعمال، تليها بعد كده انتخابات من خلال جمعية عمومية إن شاء الله. النقابة دورها دور خدمي ودور يحقق طموحات المعلمين. انجرفت هذه النقابة وكل تركيزها في الاتجاه السياسي، وبتخدم جماعة وبتخدم تنظيم وجندت ناسها وجندت أعوانها لأجل خدمة فكرتها السياسية. من المفترض أن تكون هذه النقابة النقابة ملهاش توجه سياسي، إنما هذه النقابة نقابة تعبر عن طموحات المعلمين وتؤدي دور المعلمين، لكن فقدت هذه الصفة وهذه الشرعية وفقدت هذا التواصل مع المعلم، وإنما كانت تفكر بشكل سياسي وبأيديولوجية سياسية لتحقيق هدف ومهرب خاص بيها وليس خاص بالمعلم.